متعادلة، النتيجة متعادلة، المباراة تعود إلى نقطة البداية. فريق الأهلي كان هو المبادر لافتتاح التسجيل في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، وهذه فرصة، فرصة ركلة جزاء، ركلة جزاء. دقائق مثيرة، دقائق مثيرة فعلا. ردة فعل الأهلي جاءت سريعة جدا بعد مرور دقيقة واحدة فقط على هدف التعادل للسويحلي، وركلة جزاء أخرى لفريق الأهلي. إذن هل ينجح؟ وهذه فرصة. إذن عبد الله العرفي، عبد الله العرفي، وهدف، هدف ثاني لفريق الأهلي عن طريق عبد الله العرفي. يتقدم فريق الأهلي من جديد، يستعيد تفوقه وتقدمه على صعيد النتيجة بهدف ثاني عن طريق اللاعب الصاعد عبد الله العرفي. إذن دقائق مثيرة وأجواء احتفالية جميلة على مدرجات ملعب شهداء بنينة وأوراق أخرى.